على وقع الموسيقى الصوفية أحيت فرقة الدراويش التركية سهرتها الثانية بالجزائر في جو من التأمل والسكون شهدته قاعة ابن خلدون. الدراويش الفرقة القادمة من مدينة قونية التركية والتي أسسها المتصوف جلال الدين الرومي في القرن الثالث عشر ميلادي أسرت الحضور خلال هذا العرض الذي بدأته بتقديم بعض التراتيل والمختارات الموسيقية من السماع الصوفي. الفقرة الثانية من السهرة تميزت بتقديم الدراويش لرقصتهم المعروفة والمتمثلة في حركات دورانية برفع اليد اليمنى للأعلى تعظيماً لله وتوجيه اليد اليسرى للأرض حيث تتم في دائرة في دلالة للنظام الفلكي للكون، وهي حركات تعبر عن مشاعر الاتصال الروحاني بالله والوصول إلى الصفاء الروحي. بالنسبة للجمهور الحاضر فقد كانت هذه السهرة مناسبة لرؤية العرض الذي اشتهر الدراويش بتقديمه منذ عصور طويلة. La soirée était magnifique, c'était agréable et c'était quelque chose qui nous remet dans l'histoire. C'était super. هذه الفرقة نعرفها ديجا، شفتهم في المواد دو جوان في الرباط في المغرب وعجبوني، وجيت لبور لا دوزيام فوا شفتهم يعطيهم الصحه. Algerians and Turkish culture is Ramadan and very important for Algerians. عند الجزائريين والأتراك يحتل شهر رمضان مكانة مهمة، والسبب أن لدينا ثقافة واحدة، لذا فنحن سعداء كوننا هنا في الجزائر. حول رأي الجمهور بالعرض، أظن أنه أمر مهم للغاية، والأهم من ذلك هو إعجاب الجزائريين به، وهو ما سيسعدنا. هي إذن سهرة فنية مزجت بين التراث والأصالة في ليلة من الليالي الرمضانية.